يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى على لسان المسيح إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وبين قوله تعالى على لسان المسيح يوم القيامة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مع علم المسيح أن الشرك لا يغفره الله لمن مات عليه؟ راجع إلى الله، لو شاء الله لغفره، لو شاء الله لغفره، الله لا يعجزه شيء ولا يحجر عليه، لكنه لا يشاء سبحانه أن يغفر للمشرك لأنه لم يبقى فيه مكان للمغفرة. نعم.